Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo episodio di Drusi Italiano. Ahlan bikum fi halqa jadida min Drusi Italiano. Oggi parliamo delle emozioni. النهارده هنتكلم عن الايموجي بالايطاليانو. في الاول حابه اقول ان الايموجي بالايطاليانو اسمها ليموتسيوني 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 ليموتسيوني. يعني ايه ليموتسيوني؟ يعني المشاعر او العواطف او الاحاسيس اللي بتعبر عننا وبتعبر عن اللي احنا حاسينه. في الاول انا حابه اقول كل ايموتسيوني اسمه ايه، وبعد كده هنتعلم مع بعض ازاي نكون جملة بالايطاليانو تعبر عننا باستخدام الايموتسيوني او باستخدام الايموجي. اول ايموتسيوني معانا اسمه افرانتو 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 bel ragazzo, lauken ولد. Bel ragazzo, affranto, affranto. طيب لو ragazza, لو بنت هقول affranta, 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 affranta. تاني لو ragazzo, لو ولد هقول affranto, affranto. طب لو ragazza, لو بنت هقول أفرانتا أفرانتا. طيب الإموزيوني اللي قدامنا بالإيطاليانو اسمه أرابياتو 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 بل ragazzo لو كان ولد أقول arrabbiato. طيب لو ragazza لو بنت هقول arrabbiata arrabbiata arrabbiata. تاني لو ragazzo لو ولد هقول arrabbiato لو ragazza arrabbiata. الإموزيوني اللي قدامنا بالإيطاليانو اسمه assonnato. Tieni assonnato 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 assonnato. Bel ragazzo, لو كان ولد هقول assonnato. طب لو ragazza لو بنت هقول assonnata 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 assonnata. Tieni, يبقى لو ragazzo لو ولد هقول assonnato assonnato. لو ragazza assonnata assonnata. L'emozione da pelitaliano esmo divertito 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 divertito. Divertito. Yba l'emozione da bell'italiano esmo divertito. 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 Da lauken ragazzo, da lauken ولد. طيب لو ragazza, لو بنت هقول divertita. 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 Tieni. لو ragazzo هقول divertito divertito. لكن لو ragazza لو بنت هقول divertita divertita divertito. Divertito per ragazzo للولد, divertita لل ragazza لل بنت. L'emozione da bell'italiano اسمه deluso 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 deluso. لو كان ولد هقول deluso
delusa delusa. لكن لو ragazza لو بنت هقول delusa 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 delusa. تاني يبقى لو ragazzo هقول deluso, لو ragazza لو بنت هقول delusa. L'emozione اللي قدامنا بالإيطاليانو اسمه innamorato. 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 Innamorato لو كان ragazzo, لو كان ولد هقول innamorato. طيب لو ragazza لو بنت هقول innamorata. Innamorata. تاني لو ragazzo هقول innamorato. Innamorato. طب لو ragazza لو بنت هقول innamorata. Innamorata. L'emozione اللي قدامنا بالإيطاليانو اسمه infastidito. تاني infastidito. 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 تاني l'emozione ده بالإيطاليانو اسمه هو كبير شوية بس هنتعلمه مع بعض infastidito. 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 ده لو كان ragazzo, ده لو كان ولد هقول infastidito. لكن لو ragazza لو بنت هقول infastidita. 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 L'emozione اللي قدامي بالإيطاليانو اسمه interessato. 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 I i interessato. 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 Interessato per ragazzo della can ولد. لكن لو ragazza لو بنت هقول interessata. Interessata. Tieni. لو ragazzo هقول interessato. Interessato. طب لو ragazza لو بنت هقول interessata. Interessata. شوفوا بقى سهل ازاي, وكان كبير شوية في الأول بس احنا قسمناه وقلنا بطريقة سهلة. تاني interessato. Interessata. L'emozione اللي قدامي بالإيطاليانو اسمه triste. 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 لو كان ragazzo لو كان ولد هقول triste, لو كانت ragazza لو بنت هقول برضو triste. مش هنغير حاجة. ليه؟ علشان آخر لتر عندي A ما بيتغيرش. ما بيتغيرش لو كان ولد أو ما بيتغيرش لو كان بنت, بيفضل زي ما هي, الكلمة بتفضل زي ما هي. Triste. Triste. دي سهلة. Triste. 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 طيب l'emozione ده بالإيطاليانو اسمه felice. 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 Bel ragazzo, لو كان ragazzo هقول felice. لو ragazza لو بنت هقول برضو felice. اتفقنا ليه؟ علشان آخر لتر عندي إيه؟ ما بيتغيرش لو كان ragazzo أو لو كانت ragazza. Felice. Felice. طيب الإيموزيون اللي قدامي بالإيطاليانو اسمه timido. 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 لو ragazzo هقول timido. لو ragazza هقول timida. 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 Timido. Timida. Timido. Timida. L'emozione اللي قدامي دلوقتي بالإيطاليانو اسمه malato. 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 لو ragazzo هقول malato. 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 يعني مريض بالإيطاليانو. Malato. Malato.
malato ده لو كان ولد، لكن لو رجعت لو بنت هقول malata 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 بالرجعتسة لو كانت بنت malato بالرجعتسة لو كان ولد. الموزيوني اللي قدامي دلوقتي بالإيطاليانو اسمه stanco stanco sta stanco 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 يعني تعبان stanco stanco. لو كان ragazzo لو كان ولد هقول stanco stanco، لكن لو ragazza لو بنت هقول stanca stanca stanco stanca stanco stanca. الموزيوني اللي قدامي بالإيطاليانو اسمه sorpreso يعني متفاجئ sorpreso 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 sorpreso. لو كان ragazzo لو كان ولد هقول sorpreso، لكن لو ragazza لو بنت هقول sorpresa sorpresa sorpresa. تاني لو ragazzo sorpreso، لو ragazza sorpresa. اخر ايموزيوني معانا في حلقة النهاردة اسمه preoccupato 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 preoccupato. Da lo can ragazzo da lo can ولد هقول preoccupato preoccupato، لكن لو ragazza لو بنت هقول preoccupata 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 preoccupata. دلوقتي هنتعلم مع بعض ازاي نكون فرازه او جمله بالايطاليانو. دلوقتي هنتعلم مع بعض ازاي نكون فرازه، ازاي نعمل جمله بالايطاليانو لوحدنا من غير ما حد يساعدنا ومن غير ما نتفرج على فيديوهات وناخد الجمله هي هي وانا مش عارف انا بقول ايه. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نكون جمله بالايطاليانو لوحدنا باستخدام ايه؟ باستخدام الاموزيوني اللي احنا اتعلمناها، اللي هي الايموجي اللي احنا اتعلمناها بالايطاليانو. دلوقتي هنتعلم ازاي نكون فرازة او جملة لوحدنا ونبقى فاهمين احنا عايزين نقول ايه، او اي فرازة بعد كده احنا حابين نقولها هنقولها بطريقة سهلة جدا بعد ما اشرح دلوقتي ازاي نكون فرازة بالايطاليانو. الطريقة سهلة وبسيطة وهتسهل عليكم كتير، وبعد الحلقة انا متأكدة ان انتوا هتعرفوا تتكلموا مع بعض ايطاليانو وازاي هتعرفوا تكونوا جمل بالايطاليانو بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بس في حاجة، قبل ما نتعلم ازاي نكون فرازة بالايطاليانو لازم نتعلم حاجة مهمة جدا جدا جدا، لان من غيرها مش هنعرف نكون الفرازة بتاعتنا. ايه هي؟ verbo essere. verbo يعني فعل، فعل بالايطاليانو، فعل essere verbo essere. essere يعني ايه؟ يعني يكون، verb يكون. في الحلقة اللي فاتت انا اتكلمت عن اي برونومي بيرسونالي، عن الضمائر الشخصية، وبصراحة الحلقة دي مهمة جدا 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 لان مترتب عليها حلقة النهاردة. فاحنا اللي محضرش الحلقة اللي فاتت يدخل يحضرها، هتلاقوها دلوقتي في رمز الاي، لازم تدخلوا تحضروها لان الحلقتين مترتبين على بعض. اللي محضرش الحلقة اللي فاتت لازم يحضرها علشان يقدر يفهم حلقة النهاردة. انا هقولهم على السريع، اللي هو انا وانت وهو وهي واحنا وانتو وهم، ازاي نقولهم بالايطاليانو. البرونومي دي مهمين جدا لان برضو بيهم النهاردة هنعرف نكون الفرازة بتاعتنا. بس قبل ما اتكلم عن ان الفرازة بتاعتنا لازم يبقى فيها ايه، هبتدي بالاول verbo essere. هنتعلم verbo essere مع بعض الاول دلوقتي، وبعد كده هنتعلم طريقة سهلة ازاي نكون فرازة بالايطاليانو. لو عايز اقول بالايطاليانو انا بكون، انا هتبقى io sono. لو عايز اقول انت بتكون او انتي بتكوني، لاني ممكن اكون اللي بتكلم معاه ولد او ممكن اللي بكون بتكلم معاها بنت، فعشان كده بقول انت او انتي. بالايطاليانو اسمها tu sei tu sei tu sei
to say. To say. يبقى انت او انتي to say. To say. طيب لو عايز اقول هو بيكون لو كان رجاتسو لو كان ولد هقول لويا لويا لويا. لكن لو هي لو رجاتسو لو بنت هقول ليا ليا ليا. تاني يبقى لو رجاتسو لو ولد هقول لويا لو رجاتسو لو بنت هقول ليا. في الحلقه اللي فاتت بتاعه البرونومي بيرسونالي انا اتكلمت وقلت ان في اتنين برونومي في الايطاليانو اسمهم لي. ايه الفرق ما بينهم؟ انا قلت قبل كده ان الفرق ما بينهم لو اول لتر عندي مينوسكولا يعني اسمول يبقى معنى كده ان انا بتكلم عن بنت صغيرة. لكن لو اول لتر فيها مايوسكولا كبير كابيتال معنى كده ان انا بتكلم مع حد اكبر مني في السن ودي بتستخدم صيغة الاحترام لاني بيبقى في فرق ما بينهم. لو بتكلم مع بنت صغيرة بقول لي يبقى اول لتر مينوسكولا. لكن لو اول لتر مايوسكولا كبير معنى كده ان انا بتكلم مع حد اكبر مني في السن. والاتنين تصرفهم مع فيربو اسر هو هو. يعني انا لو قلت حضرتك او حضرتك لما بتكلم مع حد اكبر منك هقول ليا ليا ليا. لكن لو بتكلم عن رجاتسا بتكلم عن بنت صغيره برضو هيبقى نفس التصريف مع فيربو اسر هتبقى ليا برضو. هو بيختلف بس في الكتابه. لو عايز اقول احنا بنكون احنا نوي سيامو نوي سيامو يعني احنا بنكون نوي سيامو noi siamo noi siamo يعني احنا بنكون noi siamo. لو عايز اقول انتو بتكونوا انتو voi siete voi siete voi siete. لو عايز اقول هم بيكونوا هم loro sono loro sono loro sono هم بيكونوا. تعالوا نقولهم دلوقتي تاني مع بعض. لو عايز اقول انا بكون io sono انت بتكون او انتي بتكوني to say. لو عايز اقول هو الولد lui هو بيكون. لو عايز اقول للرجاتسة هي بتكون lei. لو عايز اقول احنا بنكون noi siamo. لو عايز اقول انتو بتكونوا voi siete. لو عايز اقول هم بيكونوا loro sono loro sono. دلوقتي هنتعلم مع بعض ازاي نكون فرازي بالإيطاليانو بطريقة سهلة وبسيطة. الطريقة دلوقتي هتبان قدامكم على الشاشة. تقدروا تستخدموا الطريقة دي وتكونوا اي فرازي انتوا عايزينها باستخدام الاوميتسيوني اللي احنا اتعلمناهم النهاردة. اول حاجة لازم تبقى موجودة عندي في الفراز بتاعتي اي برونومي بيرسونالي وبعد كده يجي وراها فيربو اسر اللي احنا لسه متعلمينه وبعد كده يجي الاموتسيوني بتاعي. دلوقتي انا استخدمت اموتسيوني واحد الحقيقه استخدمته في كل الامثله. انت تقدر تغير الاموتسيوني ده وتستخدم اي اموتسيوني عجبك لكن الطريقه هي هي. اهم حاجه لازم تبقى عارف فيربو اسر مع الضمير او مع البرونومي اللي انت مستخدمه يكون صح ومتصرف بطريقه صح كده تضمن ان جملتك صح ومظبوطه. لو عايز اقول مثلا انا بكون مبسوط هقول io sono felice يعني انا بكون مبسوط. io sono felice كل ده احنا تعلمناه. io sono felice يعني انا بكون مبسوط. لو عايز اقول انت بتكون مبسوط او انتي بتكوني مبسوطه هقول tu sei felice tu sei felice يعني انتي بتكوني مبسوطه او انت بتكون مبسوط. لو عايز اقول هو بيكون احنا اتفقنا هو بيكون لوي لوي فليتشه هو بيكون مبسوط. لو رجاتسا لو بنت هقول لي فليتشه يعني هي بتكون مبسوطه كل ده احنا اتعلمناه. تاني يبقى لو رجاتسو لو ولد هقول لوي فليتشه لو رجاتسا لو بنت هقول لي فليتشه. الحاجات دي هتبقى سهله بالنسبه لكم لو انتوا حافظين البرونومي صح وحافظين فيربو استر مع كل برونومي وعارفين الاموتسيوني كويس قوي. بالتالي الجمله هتبقى سهله معاكم خالص وهتعرفوا تنطقوها وتكونوها بسرعه. لو انا عايز دلوقتي اقول حضرتك او حضرتك بتكون مبسوط ازاي اقول؟ احنا قبل كده قلت في الحلقة اللي فاتت اتكلمت عن البرونومي بيرسونالي وقلت ان في الايطاليانو في اتنين برونومي اسمهم لي. ايه هما؟ لي لو اول لترة
مينوسكولا لو كان سمول يبقى معنى كده ان انا بتكلم عن بنت صغيرة راجاتسا، لكن لو اول لتر مايوسكولا كبير يبقى معنى كده ان انا بتكلم مع حد اكبر مني في السن، ودي بتكون صيغة احترام، فهيبقى لي يفليتشي نفس النطق ولكن في الكتابة بتختلف، فاول لتر بتختلف الكتابة. لو اول لتر مينوسكولا يبقى كده ان انا بتكلم عن بنت صغيرة، لكن لو اول لتر مايوسكولا كبير يبقى معنى كده ان انا بتكلم مع حد اكبر مني في السن. لو عايزة اقول احنا بنكون مبسوطين هقول نوي سيامو فليتشي. ليه اخر لتر عندي اتغير؟ علشان لولتيما لتر كامبيا بيتغير، فيمينيلة ماسكيلة سينجولاري بلوراله، اخر لتر عندي بيتغير لما بيكون مؤنث او مذكر او مفرد او جمع. ده هيكون موضوع حلقتنا اللي جاية، ولكن مش هنتكلم عنه في فيديو النهاردة. فيديو النهاردة بس بنتعلم الاموتسيوني وازاي نكون فرازة بالإيطاليانو، لكن موضوع الحلقة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن السينجولاري وعن البلوراله وليه اخر لتر عندي بيتغير. لو عايز اقول انتوا بتكونوا مبسوطين هقول voi siete felici، انتوا بتكونوا مبسوطين voi siete felici. لو عايز اقول هم بيكونوا مبسوطين هقول loro sono felici، هم بيكونوا مبسوطين. وبكده حلقة النهاردة تكون خلصت، اتمنى تكون عجبتكو، اشوفكم فيديو جديد، ci vediamo nel prossimo، a presto، ciao.